الحدث ده لم قامات كبيره جدا من القانونيين على مستوى مصر واساتذتنا، وفعلا ناس مخلصين في حب النادي الاهلي، وخدوا من وقتهم وخدوا من جهدهم، كانوا بيقعدوا بال 15 ساعه في اليوم متواصل عشان يطلعوا هذه اللائحه، وكانوا بيتعاملوا معانا الحقيقه، يعني عايز اقول لك بغض النظر ان هم ناس سنا واقاما وكل حاجه، انما كانوا بيتعاملوا كواحد من اعضاء النادي الاهلي من دون اي نظر الى الـ 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 الكيان او لا لا خالص. ناس يعني الحقيقه احنا بنفتخر، انكار زاد احنا بنفتخر ان احنا اتصورنا معاهم كمان النهارده.